صار اليوم كمان شيء كتير مستفز انه اهالي الموقوفين جايين مع فئة سياسية معينة ويعملوا هتافات بإيديهم سياسية معينة. نحن بنرجع بنقول انه نحن ما عنا شيء ضد بالشخص ضد حدا، نحن ضد كل شيء تدخل سياسي عم بيصير وبس. خلينا نحن عنا معتقلين عم يموتوا كمان بالسجون وعبرية ومظلومين. كان لازم من سنتين تبلشوا تحركات ونحن عم نتحرك. نحن مبلشين وثقوا فينا وانا ما بدي اقول لكم ما في يقول يا ميتو انا يا عمي انت خي الله نهار مزبوط عم لك خيك خي وانت بتعرف في امور اكبر اكبر بكثير ولكن ما بجوز المطالبه بالقاضيين لا يجوز ولا بيجوز ولا حدا اجتماع مجلس القضاء الأعلى منه قانوني لأعضائه يلي هن غسان عويدات يلي هو تنحى ببداية القضية لمصاهرته، وتانيا حبيب مزهر يلي هو أخذ موقف مسبق بقضيتنا، فاتخاذهم اليوم لقاضي بديل أو رديف هذا منه محق بحق قضيتنا قضية المرفأ. بالنسبة لأهل الموقوفين نحن وياكم واحد، الموضوع هين كتير وهو انه انتو تروحوا تطالبوا باستكمال التحقيق، تضغطوا على الناس اللي موقف التحقيق، مش تجوا تمشوا بقاضي رديف. اليوم نحن لازم قبل بكرة نعين قاضي رديف ليبتلهم بأخلى السبيل وإيجاد حل فوري وسريع لقصتهم لأنه وضعهم ما بينحمل. نحن شو بدنا؟ بدنا عدالة.